المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء يؤكد أن مرتبات شهر يناير لن تتأثر برفض قانون الخدمة المدنية. غدا نظر محاكمة المتهمين في قضية خلية طنطا الإرهابية. انتحار شاب ألقى نفسه أسفل مترو الأنفاق. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى السودان. اتفاقية شراكة بين مكتبة الأسكندرية والمكتبة الوطنية الفرنسية. مقتل 20 شخصا في هجوم على أحد المطاعم بالصومال. اليوم إنبي يواجه بتروجيت في الدوري الممتاز. اختيار جهاد جريشة حكما لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي غدا في الدوري الممتاز.